السلام عليكم يا متابعيني الحلوين. اليوم سويت لكم وصفة كلش طيبة وجديدة، وهذه الوصفة يعني سويتها من بقايا الغداء، بقى دجاج على الغداء، فحضرت منها عشاء. شوفوها شلونها، شي رهيب ويجنن، وشي جديد والطعم يجنن طيب كلش. فتعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة تحضير هذه الوصفة الرهيبة للعشاء. المواد اللي احتاجها لوصفتنا لهذا اليوم، احتاج كوب واحد من الحليب الدافي، 50 غرام زبدة بحرارة الغرفة، خميرة واحدة 7 غرامات ما تعادل ملعقة طعام، ملعقة طعام من السكر، ملعقة كوب من الملح، واحتاج 2.5 كوب من الطحين. اخلي الحليب، السكر، الخميرة، اضيف الطحين، قلنا 2.5 كوب من الطحين مبدئيا، راح اضيف 2.5 كوب من الطحين، هذا 2.5 كوب. الكوب الاخير راح اخليه يعني بالاخير. ضفت الملح، اضيف الزبدة، زبدة بحرارة الغرفة او تريدون ذوبوها بالميكرو، واخلطهم سوية كلهم، الزبدة وهذا 2.5 كوب من الطحين والحليب والملح والسكر والخميرة. عجينة كلش سهل تحضيرها، ما بيها صعوبة. أضيف آخر 2 كوب من الطحين وأعجنها للعجينة وأتركها تختمر وترتاح. كذا مثل ما تشوفون، بعد ما انتهيت من تحضير العجينة شلون عجينة صارت، يعني عجينة ممتازة، لا قوية ولا هشة، متوسطة. راح أغطيها وأتركها إلى أن ما تختمر ويتضاعف حجمها وأرجع لكم. بعد ما اختمرت العجينة شوفوا شلون أضاعف حجمها، راح أقسمها إلى 3 أجزاء متساوية. وأشكلها كرات وأتركها إلى أن ما أحضر الحشوة. الحشوة عندنا هنا هذا صدر دجاج، أو دجاج هذا يعني بقى من الغداء، ففكرت أسوي أستغل بقايا دجاج من الغداء وأسويها وجبة للعشاء كلش حلوة، ويعني راح تعجبكم، متأكدة 100% راح تعجبكم، وفكرة كلش حلوة. فمن هذه البقايا راح اطلع وجبة عشاء ايضا. بعد ما ارتاحت العجاين راح افتحها على شكل مستطيل للعجينة، ثلاثتهم افتحهم بنفس الطريقة وبنفس الحجم اريد يصيرون. الف هذه العجينة واتركها على جهة الى ان ما افتح العجينة اللي بعدها. حولت اتجاه الكاميرا حتى تشوفون، اريدكم تشوفون العجاين كلها، صفيتها وحدة يعني يم اللخة، او اذا تريدون وحدة وحدة تحشوها وتجهزوها، هذا الشيء يرجع لكم. عندي هنا حشوة الدجاج مثل ما تشوفون، راح احشي هنا هذه العجاين بحشوة الدجاج بهذا الشكل، احشيهم ثلاثتهم بالتساوي. بعد ما وزعت الحشوة على العجاين ثلاثتهم، شوفوا شلون توزعت عليها، راح اغلق العجينة بهذا الشكل،
شوفوا شلون، واستمر بغلقهم ثلاثتهم، وبعدها بعدها راح اقطعها بهذا الشكل بالقطاعة. وألفها. هذه العجينة الثانية أيضا قطعتها وراح ألفها بهذا الشكل وأتركها، وأستمر بالعجائن كلها وأرجع لكم. بعد ما انتهيت من تجهيز العجائن كلها، أخذ أول عجينة وأخليها بالوسط بصينية الفرن وألفها بهذا الشكل. أخذ العجينة الثانية وألفها بنفس الطريقة، والعجينة الثالثة. أحاول أخلي القليل من المسافة لأنه العجينة لا تنسون راح أتركها ترتاح مرة ثانية وراح يضاعف يعني حجمها راح يزيد، فأحاول أن أخلي مسافة. شوفوا بهذا الشكل. وراح اغطيها واتركها ترتاح وارجع لكم. بعد ما تركت العجينة تختمر راح ادهنها بالبيض، وسخنت الفرن درجة حرارة الفرن 200، واخليها بالفرن الى ان ما تشقر كلها وتنضج وارجع لكم. هكذا بعد ما طلعت وصفتنا أو الفطيرة للعشاء من الفرن صارت جاهزة. شوفوها شلونها تخبل. فهي هذه كانت وصفتي لهذا اليوم، أتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها، وألف عافية مقدما، وأترككم بأمان الله إلى أن ما نلتقي في فيديو آخر. شكرا جزيلا للمشاهدة.